السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر السابق الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وسار على سنته وأتباع ملته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرني أن أستفتح هذه الكلمة الموجزة بأبيات لبعض مشايخ الحرمين الشريفين، وهو الإمام العارف بالله السيد محمد أمين قطبي رحمه الله. يقول: يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من فضل أشم ومن غنى. يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من فضل أشم ومن غنى. كل الليالي البيض في الدنيا لها نسب إليك، فأنت مصباح، فأنت مفتاح السنة. فالقدر والأعياد والمعراج من حسناتك اللاتي بهرن الأعين. لا شك أن هذه الليالي المباركة التي جاءت في التاريخ الإسلامي والتي لها فضائل عظيمة لا يشك فيها، لكنها هذه الليالي في الحقيقة هي من حسنات المولد. لولا المولد النبوي الشريف ولولا وجود هذا النبي الكريم ما كانت القدر، ولا كان المعراج، ولا كان الإسراء، ولا كان الفتح، ولا كانت بدر، ولا كانت الأمة الإسلامية بأسرها. فهو صلى الله عليه وسلم هو الأمة. فليلة الليلة هذه التي هي ليلة ميلاده تشرفت به، بل تشرف به الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في هذا المجلس المبارك وفي هذه المناسبة الكريمة التي دعينا إليها من رئيس الدولة المباركة المجاهد الداعي إلى الله الشيخ زايد حفظه الله وبارك فيه، إنما هو يترسم خطى من دعا إلى الاحتفال بنفسه لنفسه، وهو صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما سمعت في الحديث السابق الذي ذكره أخي السيد علي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وله روايات أخرى، وهو كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فتح الاحتفال به. بقي بعد ذلك أن يجتمع المسلمون ليتذاكروا في مسألة أخرى، لا في مسألة المولد هل يجوز أو لا يجوز، هل هو بدعة أو ليس ببدعة، وإنما عليهم أن يتشاوروا بماذا نحتفل وكيف نحتفل. أما أن نحتفل هل يجوز أو لا يجوز، هذا قد فتحه المصطفى بنفسه لما قال: ذاك يوم ولدت فيه. معناه ينبه الأذهان إلى وينبهها ويشير عليها بأن ترتبط به وأن تتنبه لهذا اليوم الذي هو يوم ميلاده. لكن كيف نحتفل وماذا نقول في الاحتفال وبماذا نخاطب الأمة وما هو الخطاب الذي ينبغي أن يكون، هذا هو محل المناقشة. الواجب على علماء المسلمين وعلى طلبة العلم أن يجتمعوا للتشاور والتفاهم في ماذا يقولون في المولد، بماذا ينصحون المسلمين، بماذا يوجهونهم، إلى أي شيء يرشدونهم. هذا الذي نحتاج إليه اليوم في هذا العصر، نحتاج إلى علماء الأمة وقادتها وربانيها الذين هم أهل الأمانة أن يجتمعوا للتشاور وللبحث في ماذا يقال في المولد، وماذا يحتفى، بماذا يحتفل، وكيف يحتفل، وما هو الخطاب الذي يجب أن نخاطب به المسلمين اليوم في هذه الأعصر التي ترون ما فيها من البلاء والشر والاختلاط والحيرة التي أخبر عنها المصطفى
في الحديث الذي جاء عنه أنه قال ستكون فتن حتى يكون الحليم فيها حيران. فهذا شيء محير فيما وقع في الأمة الإسلامية في شبابها وفي أهلها وفي أفرادها. هذه الحيرة ينبغي أن تستفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تستفتح بالمذاكرة فيما ينبغي أن يكون وفيما ينبغي أن يخاطب به المسلمون في هذا العصر. وإني أعتقد أن هذه الدعوة إلى هذا الاحتفال بهذه الكيفية وبهذه الصورة التي رأيناها والتي اجتمعنا لأجلها، لا شك أنها رائدة وقائدة. هذه صورة رائدة وقائدة من هذا القائد ومن هذا الرئيس الذي أيد بما فعل وبما دعا إليه، أيد ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل بالاحتفال الذي ذكرناه في حديث الصحيح، في حديث مسلم، في حديث الصيام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصيام، لكن ليس معناها التحديد بأن يكون الاحتفال بالصيام، وإنما الاحتفال من حيث هو مشروع ومطلوب، لكن كيف نحتفل هذه مسألة أخرى. نحتفل بالصيام، نحتفل بقراءة القرآن، نحتفل بالمسابقات، نحتفل بهذه الاحتفالات، بهذه الاحتفاءات. نحن نجتمع في هذا اليوم في هذه الأعصر على أمور تاريخية وطنية نحن لا ننكرها، وينبغي أن نذكر وأن ننبه أبناءنا وإخواننا إلى المسائل التي تتصل بتاريخهم والتي تتصل بحضارتهم من الأمور الوطنية وغيرها. ولكن أعظم شيء يتعلق بالوطنية ويتعلق بالتاريخ والحضارة هو ميلاد هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفاكم الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الرضاع، أنه ذكر قصة طويلة وخلاصتها أن أبا لهب لما جاءه الخبر بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشرته ثويبة جاريته، كعادة العرب إذا جاءتهم بشارة فإنهم يكرمون هذا المبشر بما يسمى بالحلوى أو بالإحسان والجزاء، فأكرمها بالعتق وأعتقها. لهذا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه رأى أبا لهب في النوم في شر حال، فسأله عن حاله فقال له حالي كما ترى، قال له إلا أنني، يعني المتكلم هنا أبو لهب، قال إلا أنني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة أصبعي، هذه أسقى منها ماء. لماذا؟ قال لأجل أنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي أحد كبار علماء الأمة الإسلامية وحفاظ أحاديثها، يقول إذا كان هذا كافر جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا. يأتي بعض الناس هداه الله فيغالط في هذه المسألة ويقول هذه رؤية منامية. نحن نقول له نعم رؤية منامية، ولكنها ليست أحكام شرعية. نحن ما نقرر أحكاما شرعية، وإنما نقرر مزايا ونقرر مناقب ونقرر مسائل تتعلق بالكرامات وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بالشمائل. وقاعدة أهل الحديث معروفة في هذا، ولا أحب أن أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، فإن بعده كثير من العلماء سيتحدثون في هذه الليلة الغراء البهيجة بما تبتهج به قلوبهم. وأختم كلمتي بالدعاء لهذه البلد، هذه البلد المبارك، لهذا البلد المبارك، أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل الأعداء والحساد، وأن يحفظ رئيسه وقائده وإخوانه وأبناءه وأهله، وأن يوفقهم لصالح الأعمال، وأن يوفقهم لصالح الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.